السلام عليكم. في هذا الفيديو أقدم لكم المباريات المتبقية لحساب الجولة الثالثة لكأس العالم 2022. اليوم الأربعاء، الأرجنتين بولندا، المكسيك السعودية، لقاءات الساعة 8 بتوقيت الجزائر، 10 بتوقيت السعودية. غدا الخميس، بلجيكا كرواتيا، المغرب كندا، 4 بتوقيت الجزائر، 6 بتوقيت السعودية. إسبانيا اليابان، ألمانيا كوستاريكا، 8 بتوقيت الجزائر، 10 بتوقيت السعودية. يوم الجمعة 2 ديسمبر، البرتغال كوريا الجنوبية، أوروغواي غانا، 4 بتوقيت الجزائر، 6 بتوقيت السعودية. البرازيل الكاميرون، سويسرا صربيا، 8 بتوقيت الجزائر، 10 بتوقيت السعودية.